السلام عليكم. السلام عليكم شمس منور. السلام عليكم باشمهندس منور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا باشمهندس؟ الحمد لله، كله تمام؟ انا تمام الحمد لله والله. هل ممكن نعمل شير للشاشة؟ اوكي ماشي، ثانية واحدة. طب معلش ثانية واحدة عشان هو قفل وهفتحه تاني. إيش مشكلة؟ طيب كده واضح؟ تمام. تمام. دي زراعة الأسطح؟ ممكن نعم؟ زراعة الأسطح؟ الصورة اللي في الخلفية. اللي هو الهايدروبونيك سيستم. كويس. هو أصلا مجربة عندي هنا في البيت يعني، بس تمام، انا والدي عايز يعمل حاجه زي كده ان طيب شاء الله. خلاص حلو نعمل، يلا يبقى لطيف. ان شاء الله. خلاص ننتظر بس 5 دقايق أو كده لما الناس خلاص تدخل باذن الله 5 دقايق ونبدأ. ونبدا باذن الله. طيب أنا الصوت بالنسبة لي واضح ولا محتاج أي صوت أعدل واضح. أي حاجة؟ لا، صوت واضح. تمام أوكي الناس تدخل بس وهتخرج. خلاص باذن الله.
بس عمر، وقت ما حضرتك تحب ان انا ابدا اعرفني، بس انا هبدا على طول. تمام يا دكتور، يعني إن شاء الله 2 دقيقتين بالظبط كده ونبدأ. لا ما فيش مشكلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرفنا النهاردة إن إحنا نستضيف الباشمهندسة منار فؤاد التنوبي، وإن شاء الله محاضرة قوية في موضوع الاستدامة وموضوع الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة وتعريف المدن المستدامة. إن شاء الله تبقى أكتر من محاضرة، وإن شاء الله محاضرة قيمة. وباشمهندسة منار معيدة بمعهد بيراميدز العالي للهندسة والتكنولوجيا، وحاصلة على الماستر، و بتحضر الدكتوراه. بالتوفيق إن شاء الله، ونتمنى محاضرة شيقة بإذن الله. تفضل يا دكتور. شكرا جدا أنصار. نبتدي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة أنا أحب أعرفكم بنفسي. أنا اسمي منار محمد فؤاد، خريج دفعة 2016، قسم هندسة معمارية، وأنا حاليا مدرس مساعد في معهد الأهرامات العالي للهندسة والتكنولوجيا. حصلت على الماجستير في 2019، في نهاية 2019، وحاليا أنا طالبة دكتوراه في قسم التصميم البيئي في جامعة القاهرة، قسم الهندسة المعمارية برضه. الموضوع النهاردة هيبقى بيتكلم عن الاقتصاد أو الجرينينج ذا ايكونومي. هي حاجة مش ناس كتير تعرف الترم ده أو مش بتتكلم فيه، بس هو يعني معروف بقاله فترة كبيرة. احنا هنبتدي نتكلم عن الهيستوري برضو بتاعة الموضوع، وازاي نقدر من خلال الموضوع ده ان احنا نبتدي نحقق الجولز اللي هي بتاعت التنمية المستدامة، اللي هي ممكن يعني عن طريق ده نبتدي نقلل الحاجات او الظواهر اللي هي فيها مشاكل اللي احنا بدأنا بنعاني منها، زي الاحتباس الحراري وحاجات كتير جدا من المشاكل البيئية اللي بقت موجودة. ماشي، ده الاوتلاين اللي احنا هنبتدي نشتغل عليه. اول حاجه هنتكلم عن المشكله نفسها اللي خلتنا نبتدي نشوف او نتوجه للموضوع او للتوبيك اللي احنا هنتكلم عليه النهارده. بعد كده هنبتدي نتكلم عن يعني ايه اصلا اللي هي الجرين ايكونومي، وازاي مثلا ممكن نبتدي ان احنا نحقق الموضوع ده على السكيل بتاع الاربن، على الارض، والتايبس بتاعته. هو ليه اكتر من طريقه ممكن ان هو يتنفذ بيها. احنا هنتكلم يعني سبيسيفيكلي عن طريقتين بالنسبه لنا ممكن يبقوا سهلين ان هم يتعملوا لو بدا يبقى فيه زي مبادرات بتبتدي ان هي تقول نعمل الكلام ده يعني او كده.
والابليكيشنز برضو، ان في بروتوتايبس كتير اتعملت للموضوع ده، وفي فعلا مباني حتى في مصر بدأت تطبق الموضوع ده، بس طبعا مش على سكيل كبير يعني. في برضو مسابقة دخلناها وعملنا كده سيميوليشن لحاجة لبروجكت يعني كده، فان احنا نتكلم عليه. طبعا زي ما كل حاجة ليها مميزات وعيوب، السيستم ده برضو اكيد هيبقى ليه مميزات وعيوب، فهنبتدي برضو ان احنا نتكلم عليه، وفي النهاية هيبقى فيه مجال طبعا 10 دقايق او ربع ساعة للأسئلة لو حد حابب يسأل في حاجة. طيب اول حاجة يعني لو هنتكلم عن المشكلة، فهي الصور طبعا بتتكلم. احنا عندنا مشاكل كبيرة جدا ليها علاقة بالبيئة، ويمكن دي بدأت تظهر بشكل كبير جدا خصوصا بعد الثورة الصناعية. بدأ يبقى عندنا طبعا معدلات التلوث بدأت تبقى في زيادة نتيجة الصناعة، ونتيجة ان بدأ يبقى فيه اعتماد بشكل كبير جدا على الوقود الحفري، لان احنا نعمل كل حاجة بيه في حياتنا، ان احنا نعمل جنريت للالكتريستي، او نبتدي ان احنا مثلا نمشي بيه عربيات، او يعني فبدأ الموضوع كله بيستخدم مثلا الفاسل فيولز والفحم والحاجات دي، الوقود الحفري كله والحاجات اللي هي الغير متجددة، فده بدأ يأثر بشكل كبير جدا على البيئة. بدأ يبقى فيه نتيجة ده ظواهر طبعا ومشاكل كتير احنا بدأنا بنعاني منها وحسينا بيها بقالنا فترة مش قليلة، زي مثلا ظاهرة الاحتباس الحراري او اللي هي الجلوبال وورمنج او الكلايمت تشينج يعني كده. طيب فاحنا دلوقتي عندنا زي ما بنتكلم ان احنا عندنا مفيش غير حل، يعني مفيش غير حاجتين احنا رايحين لهم، يا اما طبعا كارثه بيئيه، ودي طبعا هتبقى مترتبه على كل المشاكل اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيها. والحاجة التانية طبعا ان احنا ممكن نحاول ان احنا نلحق نفسنا، فنبتدي ان احنا نعتمد بشكل كبير على مثلا زي الطاقات المتجددة او الحاجات اللي هي ممكن تساعد البيئة شوية، ان احنا نبتدي نقلل الدامج اللي احنا بدأنا نعمله في البيئة يعني. طبعا الصورة دي كتير مننا شافها كذا مرة قبل كده، ان هو بيقول الكربون دايكسايد يعني بدأ ان هو لو احنا بدأنا نقسمه سيكتورز كده، او الحاجات اللي هي بدأت تتسبب في زيادة معدلات الكربون دايكسايد، هنلاقي ان هي مثلا في طبعا الترانسبورتيشن، وعندنا برضو القطاع بتاع البيلدينج، وعندنا برضو الاندستري. فهنلاقي ان يعني نسبة كبيرة جدا وقع على المباني، اكتر من 29% من الانبعاثات الكربونية اللي بقت موجودة حوالينا بقى السبب فيها المباني اللي احنا عايشين فيها. طبعا ده بالإضافة برضو للترانسبورتيشن ليها تقريبا نفس النسبة، فبنتكلم في حوالي نسبة أكتر من 60% أو 60% بدأت إن هي بتتحكم بشكل كبير جدا، ده غير الصناعة اللي هي أساسا أساس في الموضوع. بدأت تتحكم بشكل كبير جدا في المشاكل اللي بدأت تبقى موجودة عندنا ليها علاقة بالانبعاثات الكربونية وكده. طيب يعني إيه أصلا اللي هي الجرين إيكونومي؟ لأن مش في ناس كتير زي ما قلت بتبقى عارفة الترم ده. المصطلح ده مش مصطلح جديد خالص، هو بدأ ظهوره أصلا في 1989 سوري، كان في كتاب اسمه Blueprint for a Green Economy. الكتاب ده اللي هو أول إديشن اتعمل للكتاب ده كان سنة 1989. فبدأ ان هو الفكرة فيه انه بدأ يعني يتكلم عن المصطلح بتاع ان احنا ازاي نعمل مثلا اقتصاد أخضر. طبعا الكلام ده ما كانش مستخدم او ما كانش حد بيبتدي يتكلم فيه الا بعد الازمه اللي حصلت، اللي هي الازمه بتاعت الازمه الاقتصاديه اللي هي حصلت في سنه 2008 و2009. بدا بعدها ان الحكومات كتير بقى تبقى عايز مثلا تفكر في حاجات توقف مثلا موضوع اللي هو الكساد الاقتصادي، او يبتدوا ان هم يفكروا في حاجات تانية تكون حلول بديله لو مثلا حصل اي حاجه ليها علاقه بالاقتصاد او كده. فبدأوا إن هم يفكروا طبعا في نتيجة بقى المشاكل اللي حصلت، الكساد الاقتصادي ده بدأ يبقى فيه مشكلات بيئية بدأت تظهر، وبدأ ساعتها برضو يبين أو يظهر عندنا الأهداف اللي هي بتتكلم عن مثلا حماية المناخ، وبدأ مثلا يبقى فيه ناس كتير بتتكلم في climate change وفي الحاجات دي. فعملوا بعدها بفترة عملوا اديشن تاني للكتاب ده اللي هو آخر واحد اتعمل في 2013 اللي هو كان اسمه A New Blueprint for a Green Economy. ده اتعمل في 2013، كان بيتكلم بقى عن الكلام اللي هتكلم فيه اللي هو بتاع ان ازاي انا ابتدي اعمل بقى او اخد اكشن في حتة ان انا اعمل اقتصاد اخضر، يعني ازاي انا ابتدي ان انا ابلاي الموضوع ده على ارض الواقع يعني.
فساعتها برضو كمان اللي ساعد في الموضوع ده، او ان الناس بدأت مثلا تاخد خطوات جدية يمكن ناحية الموضوع ده، انه بدأ عندنا ناس كتير تتكلم في الاهداف بتاعة التنمية المستدامة، اللي هي برضو بدأنا يمكن نسمع عنها اكتر شوية من يمكن 2015 تقريبا. بدأ ناس كتير ما كانتش طبعا تعرف عنها، هي موجودة من قبل كده بس احنا ما بدأش ناس كتير تتكلم في الموضوع ده غير من الفترة دي. فده يمكن بدأ يسرع شوية في حتة ان احنا نبتدي ازاي بقى نفكر في حتة نعمل اقتصاد اخضر او اقتصاد قائم مثلا على حاجات خضراء يعني. وفي نفس الوقت ده هيساعدنا اقتصاديا، وهيساعدنا برضو في الناحية اللي هي خاصة بالبيئة او بالحفاظ على البيئة يعني. طيب هنتكلم بعد كده عن اللي هو ازاي نبتدي نطبق الموضوع ده في الاربن ليفل. طبعا هي لو احنا هنتكلم عن المدن، فهي المدن طبعا هي بتكون المحرك الاساسي اساسا في اي حاجه علشان نبتدي مثلا ان احنا ناخد او نحقق مثلا حاجه كويسه او ناخد اكشن في حاجه. هيبتدي ان انا عندي عشان اعمل ده لازم اعمله على سكيل مثلا حاجه كبيره شويه، زي ما بتكلم مثلا ان هي تبقى سيتي او كده، فبتكلم في سكيل الاربن، مش بتكلم مثلا في سكيل ان انا اعمل ده على نطاق مثلا مبنى او مبنيين او كده. لا، انا ببتدي ان انا اعمل ده واشوف الامباكت بتاعه على المايكرو كلايمت مثلا اللي هو حواليا بيأثر فيه ازاي او كده. ده طبعا بدأ يساعد زي ما بنتكلم على موضوع ان انا ابتدي انقل شوية للاقتصاديات اللي هي مثلا بتراعي البيئة او بتراعي مثلا التنمية الحضرية او المستدامة او كده. التايبس بتاعت الموضوع زي ما قلنا هو ليه اكتر من طريقة ممكن يتنفس بيها، بس احنا يمكن علشان لو بنتكلم شوية في النطاق اللي ليه علاقة بالعمارة او بالحاجات دي، فبدأنا مثلا كتير بنسمع على موضوع اللي هو الفيرتيكال فارمينج والجرين روفز والجرين وولز والحاجات دي. ده طبعا يعني بنتمنى ان هو يبقى يتطبق بشكل كبير او على نطاق اوسع شويه من كده في مصر. ده بدا يتطبق في اماكن كتير جدا في دول العالم، وبدا يحقق عائد اقتصادي كويس، وفي نفس الوقت بدا برضو ان هو يقلل من الامباكت اللي هو بتاع الكربون دايوكسيد او الحاجات اللي ليها علاقه مثلا بان هي بتعمل مثلا اضرار بيئيه معينه. فاحنا كده كاننا ايه يعني بنعمل حاجتين مع بعض، ان احنا بنقلل الاضرار اللي هي الموجوده على البيئه، وفي نفس الوقت بقى عندي حاجه برضو بتحافظ على البيئه وبتطلع لي برضو يعني هي ليها عائد اقتصادي يعني. فاحنا مثلا لو هنتكلم زي ما بدانا نقول مثلا عن الفيرتيكال فارمينج او الجرين روفز، هي بدات تظهر نتيجه ان احنا بقى يعني في ابحاث كتير بتتكلم عن لو احنا وصلنا مثلا لسنه 2050 هنلاقي ان مفيش نتيجه طبعا الزياده السكانيه الكتير اللي هي موجوده، هنلاقي ان ما عادش في اماكن الناس مثلا تبتدي ان هي يعني تبني عليها، او مش هيبقى فيه لاندز ان الناس تبتدي تزرع فيها او كده، لان طبعا النسبه بتاعه او المسطحات هتبتدي تقل علشان نقدر ان احنا نستوعب الزياده السكانيه الكبيره اللي هي ممكن تحصل مثلا لحد التاريخ اللي احنا بنتكلم فيه ده إذا ما كانتش أكبر مثلاً من المتوقع يعني. فبدأ كتير ناس تبتدي تفكر طب ما احنا مثلاً نطلع مثلاً بشكل vertical، والvertical بتاعنا ده يعني مش بس للمباني، لا احنا نعمل مثلاً الفارمز بتاعتنا بشكل مثلاً vertical، بحيث ان هي أقدر استغل مثلاً أدوار كتير أبتدي ان أنا مثلاً أعمل فيها الكروبس بتاعتي دي أو كده. وبرضو في نفس الوقت هنبتدي ان احنا مثلاً ممكن نعمل ده في الروفز اللي هي أساساً غير مستغلة، عندنا مثلا مسطحات كبيره جدا فوق الاسطح بتاعه المباني او العمارات اللي هي موجوده عندنا بتبقى غير مستغله مثلا بشكل جيد، هي ما بتعمليش اي حاجه غير انها بتبتدي مثلا ان هي تمتص الشمس او كده، وتبتدي مثلا هي ممكن تعملي مشاكل بيئيه نتيجه طبعا يعني الماتيريالز اللي هي بتبقى مستخدمه فيها او كده، فبتزود بقى من الانبعاثات الكربونيه او كده نتيجه التفاعل بتاع الاشعاع الشمسي معاها يعني. ده كده كان مثال بسيط او حاجه زي بروتوتايب بيبين مثلا موضوع الفيرتيكال فارمينج ده بيمشي ازاي. انا ممكن اعمل الفيرتيكال فارمينج مش بس ان هي تبقى حاجه مستقله او مبنى مثلا مستقل لوحده، لا بالعكس انا ممكن اعمله جوه مبنى، يعني يبقى في عندي مبنى بستخدمه استخدام عادي، وفي نفس الوقت انا بستغل مثلا اجزاء معينه من المبنى ده نتيجه دراسات او اناليسز معينه بتبتدي ان هي تتعمل، اعرف من خلالها مثلا والله الشمس او الكروبس دي محتاجه مثلا شمس قد ايه،
فابتدي مثلا اوجهها في الاتجاه بتاعها، او مثلا الظروف البيئيه المعينه، في نباتات مثلا ممكن بتنمو في ظروف بيئيه غير التانيه. ده لو انا بعمل الكلام ده بشكل انا بعرضه بطريقه مباشره للجو. لسه برضه هنتكلم عن ان النظام ده عادي جدا ممكن يتعمل، او ليه ابلكيشنز بدات ان هي تتعمل اندور مش اوت دور. هنا مثلا لو هنتكلم على، معلش سوري، هنا مثلا السيستم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي اللي هو الهيدروبونيك سيستم، الصور دي من صور حقيقية يعني الناس بدأت تعملها، ومن صور برضو حقيقية الحاجات انا عاملاها عندي هنا في البيت، زي ما كنت بقول في الاول ان انا اصلا جربتها عندي. هي الموضوع بسيط جدا، هي تيوبس بنبتدي ان احنا نجيبها، او بايبس يعني بنبتدي ان احنا نجيبها، وبعد كده بنبتدي ان احنا نخرم فيها خروم معينة، وبنبتدي ان احنا نوصل فيها خراطيم معينة علشان مثلا نضخ بيها مية بشكل معين او كده. هنتكلم طبعا عن الطريقة اللي هي التكنيكال بتاعتها يمكن في الليكتشرز اللي هي اللي جاية، بس يعني احنا بنبين دلوقتي ان الموضوع سهل، ممكن اي حد عادي جدا يعمله في البيت، الموضوع مش معقد ولا اي حاجه. انت يعني بتبدا ان انت يعني ممكن حاجات بسيطه جدا، ورقيات او حاجات انت بتبقى معتمد عليها في اكلك اليومي او في الحاجات دي، تقدر ان انت توفرها. وفي نفس الوقت ده بيساعد ان مثلا بتقلل الحمل الحراري شويه على مثلا حوائط معينه اللي هي معموله عليها، او الروف مثلا لو انت بتعملها فوق سطح او الكلام ده. اول حاجه زي ما كنا بنتكلم على موضوع اللي هو الهيدروبونيك سيستم، هنا يمكن بدا يبقى فيه شويه التفاصيل بتاعه السيستم بيركب ازاي او كده. زي ما انا كنت بقول من شويه، الموضوع بمنتهى البساطه هي بس يعني انابيب او مواسير، اللي هي المواسير البيضه اللي هي البي في سي اللي هي العاديه، بنبتدي ان احنا مثلا بنخرمها خروم معينه على فتحات ليها ابعاد محدده، علشان طبعا الجذور. السيستم ده ميزته ان احنا مش بنزرع في تربه، احنا بنزرع في الميه. يعني انا بس بجيب بوصل ميه، يبقى في عندي مضخه بتطلع لي الميه للانابيب دي، والانابيب دي بتبقى متوصله بخراطيم تانية زي اللي هي مثلا موجوده عندنا هنا في الصور دي. وبعدين ببتدي ان انا المضخه دي بتطلع الميه للاجزاء او للتيوبس اللي هي موجوده عندي دي، او للانابيب اللي هي موجوده عندي دي، وبتنزل. بيبقى فيه يعني جزء تاني بيبقى مخروم كده، وبيبقى فيه برضو خرطوم، الخرطوم ده بينزل المايه الزياده. فهي سايكل مقفوله، يعني هي لوب مقفوله، بتبتدي ان انت يعني المايه رايحه جايه فيها، ما بيحصلهاش اي حاجه، ما بنغيرهاش غير كل فترات بعيده شويه. الحاجه بس اللي هي بتبقى متعبه يمكن في السيستم ده، ان هو بيبقى عايز عنايه خاصه شويه، يعني بتحاول بقدر الامكان ان انت تبقى حريص ان المايه مثلا ما يجيش فيها تراب، علشان الجذور مثلا ما يحصلهاش تعفن او كده، او يحصل مشكله في السيستم. ما بنعملش اي حاجه في المايه غير ان احنا بنحط مايه عاديه جدا، وبنبتدي نحط فيها محاليل معينة اللي هي بتعتبر الغذاء بتاع النباتات، وبنقيس بقى بالشرايط اللي هي البي اتش اللي هي لو كنا نعرفها كده قديمة شوية، بنقيس بيها النسبة مثلا بتاعت الحموضة او الحاجات دي او كده، بنتابعها بس مش اكتر. يعني فهو النظام زي ما قلت هنتكلم عنه يمكن باستفاضة اكتر شوية في الليكتشرز اللي جاية، بس يعني هو ده يعني لو هندي هنت عنه، فهو بيشتغل بطريقة سلسة جدا عادي، مفيش اي مشكلة خالص يعني. طيب في نظام تاني زي الهيدروبونيك سيستم بالظبط، بس هو اسمه اكوابونيك سيستم. الاكوابونيك سيستم ده بيبقى الفرق ما بينه وما بين الهيدروبونيك، ان هو بدل ما انا بس بعمل المضخه بتاعه المايه دي تطلع لي المايه، لا انا بعمل تحتها مكان تاني ليه فيه اللي هو المايه الزياده بتنزل فيه، وببتدي ان انا اعمل كمان فيه استزراع سمكي. يعني انا مش بعمل بس ان انا بزرع بس نباتات، لا انا استزراع سمكي كمان. والسمك بيبتدي ان هو بيبقى موجود في حوض تحت السيستم اللي هو بتاع الهيدروبونيك سيستم، زي ما هو مثلا موجود عندي هنا. والمية اللي هي بتبقى نازلة زيادة من النباتات هي دي اللي بتبقى السمك مثلا بيبتدي ان هو يتغذى عليها، وزي ما قلنا بيبقى فيه مضخة بتاعت كهرباء بتضخ المية وكده، فبتبتدي ان هي تحرك الاكسجين جوه المية، فما بيبقاش فيها اي مشكلة خالص. دي طبعا زي ما كنا بنقول في البدايه ان في بروتوتايبس كتير اتعملت للموضوع ده، فيعني لو هنتكلم مثلا عن حاجه او بروتوتايب اتعمل، ده كان في شركه امريكيه كانت عملت، كان على مسطح 1800 متر مربع. البروجكت ده هم عملوا البروتوتايب بتاعه في 2016،
هو ما فيهوش اي حاجه خالص غير ان هو زي ما احنا شفنا كده مبنى عادي، بس بدا ان هو يقسم يعني بدا يستغل الروفز بتاعه المبنى ده واماكن معينه من جوه انه يزرع فيها، وكمان الوولز بتاعه الحوائط بتاعه المبنى يعني وكده، ان هو يستخدم فيها نظام اللي هو الهايدروبونيك سيستم. ده طبعا وفر له بالحسابات لما جم عملوها، بدا يوفر يعني كمية كبيرة جدا من الكروبس اللي هم كانوا بيبقوا محتاجينها. ده بالإضافة طبعا لأن العملية دي بتساعد شوية عن على إن أنا ممكن أزرع حاجات هي مش في توقيتها أصلا، يعني مش شرط إن أنا مثلا أستنى موسم حاجة معينة علشان أبتدي أزرعها، لا عادي أنا ممكن مثلا أبتدي أزرع حاجة هي مش في الموسم بتاعتها، والإنتاجية بتاعتها طبعا بتبقى عالية، إن أنا بقدر مثلا إن أنا في مسطح صغير جدا أقدر إن أنا يعني أحصل على محصول يعني كميته كبيرة مش قليلة. ده زي ما كنت بقول على موضوع ان هو بس مش بيتعمل اوت دور، لا في ناس دلوقتي بدأت ان هي كمان بتعمله ان دور، وبدأ كمان حتى يبقى في شركات بتعمل حاجات في ريتيلز كده في المحلات اللي هي الصغيرة يبقى فيها السيستم ده، بحيث ان مثلا زي محلات مثلا الاكل او كده انا ممكن مثلا اشتري فريش من مثلا الثلاجة اللي هي محطوطة، بيبقى فيه إضاءة معينة بدرجة نيون معينة، هو بيبتدي النبات إن هو يبقى محتاجها زي الشمس عشان عملية التمثيل الضوئي بتاعة النبات، وبعدين بيبتدي إن هو النبات ينمو عادي جدا في كأنه في الظروف الطبيعية، بس هو اندور مش اوت دور. وده برضو بيتعمل أكتر زي ما قلت للمحاصيل اللي هي ممكن ما عملهاش في توقيتها، او للحاجات مثلا اللي هي بتكون انا عايزه مثلا تبقى فريش او كده بشكل سريع، وبكميات مثلا ممكن تبقى كبيره او كده. هنا هو بيزرعه مش في المايه بقى زي ما كنا بنقول بس، لا هو بيبقى حاطط كمان النباتات بتاعته في سفنج كده، وليه مثلا معومه كده في مايه بطريقه معينه زي هنا كده في الصوره دي، مش عارفه هو واضح ولا لا. بيبتدي ان هو يبقى حاطه ومعومه كده في ميه بطريقه معينه، وبعدين بتبتدي ان هي تنمو على اساس طبعا زي ما قلنا الاضاءات اللي هي متعرضه لها او كده. دي برضو من الحاجات اللي هي اتعملت في مصر. في اماكن كتير بدأت تعمل الموضوع اللي هو بتاع الجرين وولز وكده، وفي مباني كتير برضو بدأت تستخدم يعني في سفارات بدأت تعمل في الروفس بتاعتها موضوع الهيدروبونيك سيستم، وبدأ ان هم يزرعوا فيها الكلام ده. الموضوع زي ما قلت مش بيبقى صعب، بالعكس في ناس كتير جدا في مصر وفي اماكن كتير في الصحراء دلوقتي بقت ناس مثلا بتاخد مسطحات كبيره من اراضي وتبتدي تعمل فيها السيستم ده. كمان بدأوا ان هم يستخدموا فيها موضوع الطاقه الشمسيه، يعني انا مش عشان مثلا المضخه اللي هي بتشتغل دي بتشتغل بالكهرباء، المضخه بتاعه الميه، فانا بدل ما اشغلها بالكهرباء وابقى بجنريت الكتريستي برضو من وقود حفري او كده، انا ببتدي ان انا اعمل الكلام ده عادي جدا من عن طريق مثلا الخلايا الشمسيه او الطاقه الشمسيه، ان انا بحول الشمس مثلا لكهرباء او كده. الكيس ستادي بقى او البروجكت اللي انا كنت بقول ان احنا كنا دخلنا بيه مسابقه قبل كده، احنا كان اللوكيشن بتاعنا في المنطقه اللي هي بتاعت جراش العتبه. المنطقه دي طبعا يعني اكيد ناس كتير عارفين هي الزحمه اللي فيها شكلها عامل ازاي، وكميه التلوث اللي هي موجوده فيها برضو شكلها عامل ازاي. فاحنا كانت المشكله طبعا بالنسبه لنا ان احنا في باع جائلين كتير جدا في المنطقه. تاني حاجه نسبه التلوث هي عاليه جدا، فده طبعا بيزود من نسبة ال CO2 emission الانبعاثات الكربونية بتاعت ثاني أكسيد الكربون. وبدأنا نفكر إن كده كده الجزء اللي هو بتاع جراش العتبة جراش الأوبرا ده أو جراش العتبة عفوا ما هواش مستغل، فنبتدي زي مثلا إن احنا نستغله بشكل يخلي مثلا المنطقة اللي هي ما فيهاش أي حاجة جرين دي تبقى كأنه في أي حاجة بتتنفس فيها بس يعني. فبدأنا ان احنا نفكر في موضوع ان احنا ازاي نستخدم موضوع ال vertical farming او الجرين وولز او الجرين روفز في حاجة زي كده. الابليكيشنز او التولز اللي احنا بدأنا نستخدمها في الموضوع ده، استخدمت ال NVMAT، وال NVMAT برضو معانا في الورك شوب دي ان احنا نبتدي نتكلم عنه شوية تفصيلا، ازاي مثلا ممكن استخدمه وازاي بيأثر عندي في المايكرو كلايمت مثلا او كده، او زي ان انا ابتدي اعمل بيه سيميوليشن لحاجه مثلا قبل وبعد واشوف الفروقات ما بينهم.
طبعا اللي هو World Weather ده يعني ويب سايت موجود على الانترنت عادي جدا، بندخل نحط فيه اللوكيشن بتاع الحته اللي احنا عايزينها، ويبتدي يطلع درجات الحراره اللي هي الماكسيمم تمبريتشر مثلا، او الافريج بتاعهم والمينيمم وكده في الصيف او في الشتاء. لو انا عايزاها مثلا في السنه بيبتدي يطلعها لي على مدار السنه، لو انا عايزاها في يوم واحد بيبتدي يطلعها، لو انا عايزاها في شهور بيبتدي يطلعها برضو. أنا مش هتكلم كتير عن موضوع الـ NVMet علشان زي ما قلت هو كده كده معانا في الوركشوب دي، فهنبتدي نتكلم عنه تفصيلا. بس أنا حابة أعرض إحنا يعني إيه المخرجات اللي إحنا مثلا ممكن ناخدها من حاجة زي كده. زي ما قلت أنا بقدر من خلال ده إن أنا أبتدي أعمل أناليسز لدرجات الحرارة اللي موجودة عندي. لو أنا مثلا عندي المباني هي كده، ببتدي إن أنا أشوف مثلا درجات الحرارة مثلا عند المباني شكلها عامل إزاي. الإنديكيشن طبعا بتاع الحاجات الحمراء دي اللي هو مثلا بيبتدي يقول لي إن ده حاجة عالية جدا، أو هي دي أعلى حاجة مثلا في المنطقة، أو البينك أو كده. هنبتدي إن إحنا ناخد المدلول بتاع كل الحاجات دي طبعا إن ديتيلز مش دلوقتي، بس بنبتدي إن إحنا نشوف الاناليسز اللي هو بيبتدي يعملها. انا برسم عليه بس المنطقه اللي انا عايزه ارسمها، وبعد كده بيبتدي ان هو يقول لي المشاكل مثلا الموجوده في المنطقه دي شكلها عامل ازاي، وانا مثلا ممكن ابتدي يعني اعالجها ازاي. يعني بيبقى فيه زي بعرف كده من خلال الاناليسز اللي انا بطلعها دي يعني شويه توصيات كده، ايه اللي انا ممكن او ايه القرارات التصميميه اللي انا ممكن اخدها او ابتدي ان انا اعملها فتحسن لي من الاداء مثلا الحراري بتاع المبنى ده في المحيط اللي هو موجود فيه يعني او كده. طبعا برضو بيطلع لي الويند سبيد، وبيطلع مثلا الهيوميديتي، وبيطلع برضو عندنا اللي هي المين بوت دي، او بيطلع برضو اللي هي المين راديانت تمبريتشر اللي هي خاصه بالراحه الحراريه بتاعه الانسان وهو ماشي في الشارع، والويند دايركشن والكلام ده. انا ببتدي بس ان انا زي ما قلت لكم دي من جوه البرنامج، يعني الصوره دي كده من جوه البرنامج. انا بعد ما برسم وببتدي طلع الاناليسز اللي احنا كنا شايفينها دلوقتي دي، بعرف من خلالها مثلا والله انا عندي مثلا الروف ده او لا درجه الحراره عليه عاليه، طيب ببتدي مثلا ان انا اغير مثلا الماتيريال بتاعته، او ببتدي ان انا مثلا اعمل اخليه مثلا جرين، او اخلي الوول مثلا جرين او كده. وببتدي برضو ان انا ادخل له الحاجات دي، يعني في ليه هو ريكوايرمنتس كده معينه ببتدي ان انا ادخلها علشان خاطر اعرف يعني اخلي مثلا الموضوع يبقى اكيوريت شويه. لو انا هبتدي مثلا اعمل حل معين او كده يعني اقلل بيه مثلا، انا عايزه مثلا اقلل درجه الحراره مثلا 5 درجات، لا ببتدي مثلا اسيرش على ماتيريال معينه، والله الماتيريال دي لو انا استخدمتها في الحته دي هتقلل لي درجه الحراره مثلا بنسبه كذا. فطبعا بندخل مثلا على الانترنت، حتى لو الماتيريال مش موجوده في المكتبه بتاعه الانفيمات، بندخل مثلا على الانترنت اسيرش مثلا على الماتيريال دي، واعرف مثلا الفاليوز بتاعتها كلها اللي انا ممكن ادخلها في الـ NVMet وكريتها عادي جدا، فتبتدي هي تبقى موجوده عندي في المكتبه بتاعتي، وهتبتدي ان هي تديني الايفكت اللي انا محتاجاه يعني. برضو ده من جوه البرنامج. لو احنا مثلا جينا بدأنا نتكلم عن اللايرز اللي هي موجوده جوه البرنامج، لو انا دي زي ما بقول انا كاريت ماتيريال، هو بيبقى مديني ان انا مثلا ممكن اكريت الماتيريال ازاي، والسمك بتاعها يبقى عامل ازاي، ولو مثلا في حاجات ما بينها وما بين بعضها اللايرز يعني بتاعتها تبقى مثلا عامله ازاي، او ابتدي ان انا احددها بالماتيريال بتاعتها او كده. وبعد كده ببتدي بعد ما بعمل الكلام ده بخليه يعمل ران حاجه زي رندر كده، وبيبتدي بعديها ان هو يخرج لي بقى بعد ما انا عملت ده، بيبتدي ان هو يخرج لي النتائج مثلا الجديده بتاعه الموضوع بقى شكلها عامل ازاي. طبعا بنحس بقى ساعتها انه لا ده انا مثلا لما عملت كذا بقى في مثلا درجه الحراره قلت بنسبه كذا، طب ده انا مثلا لما عملت كذا او حطيت مثلا هنا جرين، او بدات ان انا مثلا احط فيتشر ميه او كده، بدات اقلل مثلا نسبه التلوث او كده، او بيقرا نسبه السي او 2 كده. البرنامج ده بس العيب الوحيد اللي هو فيه ان هو طبعا مش مفتوح فيه كل حاجه، هو مش فري، هو النسخ الفري بتاعته ليميتد قوي، لكن في ليه نسخ اللي هي اللايسنس مثلا اللي بتاعت الستيودنت او كده، ممكن لو حد مثلا هيبقى مهتم جدا بالبرنامج او كده ممكن ان هو يشتريها ويبتدي مثلا ان هو يعرف مثلا ازاي يستخدمها، او ايه الحاجات اللي هي مفتوحه فيها اكتر او كده يعني. احنا برضو هنتكلم ان ديتيلز في الموضوع ده ساعه ما نيجي نتكلم على الجزء اللي هو الخاص بالان في ماث في الورك شوب بتاعتنا.
طبعا زي ما كنت بتكلم في الاول انه اي سيستم بيبقى ليه مميزات وبيبقى ليه عيوب. السيستم اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو بتاع الهيدروبونيك سيستم او ازاي ان انا من خلاله اعمل مثلا فيرتيكال فارمنج او جرين روفز او كده، العيوب اللي هي المميزات الاول اللي هي موجوده فيه ان هو طبعا حاجه الافيشنسي بتاعتها عاليه جدا وافكتيف. لو انا مثلا عايزه ابتدي ان انا احل بيه مشكله زي ما كنا بنتكلم، مشكله خاصه بالكلايمت مثلا اللي احنا موجودين فيه، او اقل مثلا نسبه تلوث معينه، او ببتدي ان انا مثلا اكونترول الانفايرمنت بتاعتي بشكل معين عن طريق مثلا ان انا اقدر يعني احط حلول بيئيه معينه فيبتدي ان هو يقلل لي نسبه التلوث او كده. برضو زي ما كنا بنتكلم ان انا بيبقى عندي سماحية ان انا اقدر ازرع حاجات كميات مثلا من نباتات معينة او كروبس معينة في وقت ممكن يكون قليل جدا، وفي نفس الوقت هيبقى عندي حاجات يعني البرودكت بتاعتي هيبقى كبير في الاخر، يعني مش هيبقى حاجة قليلة، يعني خصوصا ان هي ما بتاخدش مساحات كبيرة، واقدر ان انا اطلع بيها فيرتيكال على الحيطة بقى، او فيرتيكال لو انا عندي لاند مثلا معينة او كده. وفي نفس الوقت زي ما قلنا ان هي بتبتدي ان هي تطلع لي عدد كبير من المحاصيل مثلا في وقت قليل. من برضو العيوب بتاعتها ان طبعا الانيشال كوست بتاعتها بتبقى عاليه شويه في البدايه، بس بعد كده بلاقي ان الامباكت بتاعها مقارنه بالتكلفه اللي هي اتدفعت فيها لا هيبقى يعني في مردود كويس، خصوصا لو احنا بنتكلم على حاجه ليها علاقه زي ما بنقول البيئه وكمان اقتصاديه. يعني في ناس كتير بدات تستخدم الموضوع ده او تشتغل في الموضوع ده دلوقتي، ان هي بدات تعمل مثلا موضوع الفيرتيكال فارمنج ده او الزراعه بتاعه الهايدروبونيك سيستم في الجرين روفز او كده، وبدا ان هم يبيعوا. فده بدا ان هو يخليهم اولا هم عندهم خلاص اكتفاء ذاتي، ثانيا بدا ان هو يبقى عنده كمان زياده عن اللي هو عايزه، ما بيشتريش مثلا خضار من بره، بس طبعا ده لو احنا بنتكلم على ان هو بيعمل الكلام ده بقى في مساحة تسمح يعني ان هو يعمل ده. وكمان بيقدر ان هو يبيع، فلما بيبيع بقى فيه كمان عائد اقتصادي هو بقى بياخده، يعني مش بس ان هو بيزرع او بيكتفي ذاتيا وخلاص. هي طبعا برضو limited شوية في شوية مثلا كروبس معينة، مش كل الحاجات بينفع ان هي تتزرع فيها، خصوصا الحاجات اللي هي التقيلة، إلا إذا طبعاً اتعملت زي ما قلنا في مسطحات كبيرة جداً، فأقدر ساعتها إن أنا أعمل مثلاً حاجات تقيلة، يعني المزروعات اللي هي تقيلة زي البطيخ مثلاً أو الكرومب أو الحاجات دي يعني أو كده. برضو من طبعاً المميزات اللي هي موجودة عندي إن زي ما قلنا أنا ما بستخدمش برضو مية كتير، الموضوع بيبقى كأني بعيد تدوير المياه او الاجيشن سيستم نفسه، المياه هي فلوب او سايكل، هي رايحه جايه عماله بتتحرك، ما بتتركنش، فالمياه ما بيبقاش مثلا تعفن او اي حاجه، فما يعني بقدر استخدم المياه لفتره طويله جدا، مش بزرع مثلا بميه فبسقي مياه كل يوم، بسقي زرع مثلا مياه كل يوم او كده، فابتدي ان انا استهلك مثلا مياه بنسبه كبيره. اقدر كمان ان انا اعمل مثلا ريسايكلينج للووتر مثلا واستخدمها في السيستم ده، بس طبعا المياه اللي هي النظيفه، يعني مش المياه اللي هي مثلا بتستخدم في الحمامات او كده. لو احنا مثلا جينا نتكلم عن الكونكلوجن بتاعنا، في ناس ممكن تقول طب انا ليه استخدم مثلا الفيرتيكال فورمز، زي ما احنا قلنا ان هي حاجه الافيشنسي بتاعتها عاليه، بقدر في مساحه صغيره جدا ان انا يبقى في عندي انبوت كويس، او اقدر ان انا الاقي مثلا انبوت كويس، وده اتعمل في مشاريع كتير زي ما قلت مثلا موجوده بره مصر او كده. برضو الانفيرومنتال سستينابيليتي، ان انا دلوقتي ببتدي ان انا اعمل حاجه او سيستم هو سستينابل سيستم، وفي نفس الوقت بحافظ على البيئه بتاعتي. عندي كمان اخر نقطه اللي هي الايكونوميك ريزيلينس، ان انا بقى عندي في مرونه في الحاجات اللي انا بستخدمها، الاقتصاديات بتاعتي، مش بس بيبقى الاتجاه الاقتصادي عندنا هو حاجه واحده بس، لا انا ممكن ان انا اقدر استخدم اكتر من حاجه، يبقى بتخرج لي مثلا عائد اقتصادي كويس ان كيس مثلا حصل اي يعني ايكونوميك ريسيشن او اي حاجه، لا انا عندي في بدائل تانية. وكده تقريبا انا خلصت الجزء الخاص بالنهارده، هو يعني ممكن يكون انترو شويه او حاجه يعني وايد شويه مفتوحه، بس احنا ان شاء الله يعني اتمنى خلال الاسابيع اللي جايه نبتدي ان احنا نغطي نقط
اكتر من ده، ويبقى فيه يعني استدل للجميع. ويعني لو في اي حد عنده اي سؤال ليه علاقة باللي احنا قلناه النهاردة انا هسامحكم، ونفتح بقى الكاميرا. ألف شكر حضرتك يا دكتورة. لو في أي حد عنده أي سؤال بس يعمل راس هاند. لو في أي حد عنده أي سؤال بس يعمل راس هاند. طيب الحمد لله الدنيا واضحة. لا لسه لسه لسه. ايه الاكواد اللي ممكن الواحد يشتغل بيها في الاستدامه في مصر؟ أكواد، بصوا مش في أكواد مثلا معينة ممكن إن احنا نشتغل بيها، بس دلوقتي بقى الناس كتير بتبتدي إن هي تشتغل بموضوع اللي هو الهرم الأخضر، خصوصا في الحاجات اللي ليها علاقة بال sustainability يعني. وفي طبعا بيبقى بقى في مرجعيات تانية دلوقتي زي الليد والبيم والحاجات دي وكده، بس يعني الهرم الأخضر هو الحاجة اللي هي زي الليد والبريم الخاصة بمصر يعني. فأعتقد إن هي دي اللي ممكن مثلا إن احنا نرجع لها في حاجة ليها علاقة بالجرين أو بالسستينابيلتي أو كده يعني. تمام يا دكتور الله يكرمك. يعني هو معتمد في مصر دلوقتي الهرم الأخضر. هو ده اللي هو اللي هو النظام بتاعنا بتاع مصر، هما بدأوا إن هما يبقى في مرجعية ليه يعني، أو إن هما بيرجعوا ليه دلوقتي. بس يعني زي ما بقول لحضرتك، في ناس كتير بتستخدم برضو المعايير اللي هي الخاصة بالليد أو بالبريم، بس هي طبعا عشان يعني بره غير هنا يعني. هو لما مثلا الكلام ده بيجي يتطبق بره بيتطبق بمعايير معينة، فلو احنا جينا خدنا المعايير بتاعتهم عشان نطبق على أساسها الموضوع هيبقى بايظ خالص يعني. فهي بتبقى عشان كده هما غالبا دلوقتي بيشتغلوا بموضوع الهرم الأخضر في مصر يعني. هو شبهه يعني، هو واخد من ده واخد من ده يعني، بس طبعا بمعايير بقى ريليتد شوية لمصر يعني. انا فاكر ان هو في ميزه حلوه قوي ان هو بيدي درجات لو الواحد عمل موديل بيم. انا من الناس المهتمه بالبيم، عجبني النقطه دي. ايوه صح. تمام يا دكتور ان شاء الله. في اي حد عنده اي اسئله؟ تمام يا دكتور ان شاء الله باذن الله الاسبوع القادم باذن الله نكمل المحاضرات. إن شاء الله. الله يكرمك، جزاكم تمام الله إن شاء الله. خير. أنا هنزل نتمنى رد بتاع يعني الحضور، الناس يكون لسه في بتنتظر. بإذن الله. اتفضل يا دكتور. لا بقول لحضرتك نتمنى إن شاء الله يعني يبقى في استفادة. هو في حد عامل ريز هاند؟ حسن، اتفضل يا باشمهندس حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، أنا كان عندي سؤالين. تحت أمرك، اتفضل. ماشي، هو أول سؤال إيه الجدوى الاقتصادية؟ لأن أنا لما أعمل مبنى يعني هو موضوع المواسير والهايدرو والكلام ده كويس، بس يعني أنا شايف إن هو ممكن يعني لما نوصل لمرحلة المجاعة نضطر له، أما حاليا عشان نقنع حد إن هو يعمل حاجة كده هيلاقيها مكلفة كتير. تمام، وصل السؤال الثاني. السؤال؟ اه وصل. السؤال التاني دلوقتي في التنفيذ، يعني حتى أحواض الزرع والحاجات دي يعني في الأماكن العالية برضو حتى شغل العاصمة وكده بيقابلنا أزمة في موضوع المية، بنخاف يعني لأن العزل مش بيكون بكفاءة مظبوطة فبيأثر على الحديد والتسليح والخرسانات وكده، وبيعمل أغلب المقاولين رعب يعني كتنفيذ، وأصحاب المكان برضو لأن هم بيفضلوا يصرفوا كتير فبيخافوا إن المية دي تأثر على المباني. فهل دي ليها تمام. حل في يعني او ما اعرفش يعني ممكن نرويه بقى يعني مش بمية او مادة تانية ما تأثرش على المبنى؟ طيب وشكرا هرد لك. على اول سؤال اللي هو الجدوى الاقتصاديه. بص هو احنا مش لازم نستنى لما يحصل مجاعه علشان نبتدي ان احنا نفكر في حل للمشكله يعني. انا لما كنت بتكلم كنت بقول ان احنا متوقع في 2050 ان عدد الناس هيبقى تقريبا حوالي على 10 بليون في العالم، فمش هيبقى فيه اراضي تستوعب كميه البني ادمين دي كلها، بلس ان كمان احنا مثلا ماشيين اهو عمالين بنعمل مباني بس عشان نحط الناس فيها، فانا كمان مش هيبقى عندي ارض ان انا ازرعها علشان ابتدي ان انا اكل الناس.
وخد بالك حاجات دلوقتي حتى كان زمان بتبقى موجودة. لو احنا بنتكلم على مصر، كان في مثلا زمان محاصيل بتبقى موجودة في مصر، دلوقتي ما بقتش موجودة، انت بقيت بتستوردها، ما بقاش عندك مثلا مكان مناسب تعمل فيه، نتيجة ان في اراضي كتير بدأت مثلا ان هي تتجرف او كده، فانت ما عندكش مكان وما عندكش مثلا بيئة مناسبة ان انت تعمل فيها الكلام ده. فمش لازم نستنى ان احنا يبقى عندنا مجاعة، عشان بس انت قلت كلمة مجاعة، فاحنا مش لازم نستنى خالص ان احنا يبقى عندنا مجاعة عشان نعمل ده، بالعكس. والجدوى الاقتصادية من الموضوع، لا هو ليه جدوى اقتصادية كويسة لو في حد مهتم، يعني لو في مثلا يعني، وانا شايفة ان دي لازم يبقى في يعني initiatives من الحكومات الاول، ان هي تبتدي ان هي يعني تخلي في الناس تبقى تعمل الكلام ده، اللي هو لو مثلا، وده بدأ يتعمل في ألمانيا على فكرة، ان هو مثلا وفي كوبنهاجن تقريبا برضو، ان هو لو انت مثلا عندك مبنى معين عايز تبتدي ان انت تعمله جرين، او تبتدي ان انت تعمل فيه مثلا حاجة جديدة هتساعد البيئة، بتبتدي ان انت تاخد عليه حاجات معينة، بيقللوا لك مثلا كهرباء، بيقللوا لك حاجات يعني، حاجات مثلا ليها علاقة بالتاكس اللي هم بياخدوها يعني، او الضرايب دي او كده. فانا شايفه طبعا هي لا ليها جدوى اقتصاديه كبيره، وانا عارف يعني، انا عارفه انه من اللي احنا فيه دلوقتي او المنعطف اللي احنا داخلين فيه، لا العالم كله بدا يفكر في الاتجاه ده، لان زي ما بقول لك هي في الاخر حاجه هتفيد البيئه وهتقلل ضرر معين مثلا موجود، بلس ان انا في الاخر اولا بكتفي ذاتيا من زي ما بقول لك محاصيل معينه، ولو انا عامله الكلام ده في مشروع كبير انا بغطي بقى تكاليفه. مش يعني انا قلت في الاول ان هي ان يمكن المشاكل اللي هي موجوده فيها ان الانيشال كوست بتاعتها عاليه، انا ما قلتش ان هي مش عاليه، لا هي عاليه، بس هتلاقي بعد كده الامباكت بتاعها كويس، هتقدر ان انت تجيب، او المردود اللي هيجي مثلا اقتصاديا بعد كده، هتلاقي لا الموضوع بدا ان هو يبقى بيجيب لك فلوس مش ما بيجيبش، بلس ان انت زي ما بقول لك بتبتدي ان انت يعني تاخد كده سكه ان انت بتساعد برضو البيئه يعني. فدي وجهه نظري انا، ما اعرفش يعني اذا انت مثلا متفق معايا فيها ولا لا، بس أنا شايفة إن الاتجاه الفترة اللي جاية هيكون لده، وهو بدأ فعلا من زمان في أماكن كتير يعني حوالين العالم، يمكن إحنا بس هنا اللي متأخرين شوية. دي حاجة. الحاجة التانية، السؤال اللي هو بتاع في التنفيذ العزل والكلام ده، بص هي موضوع المياه ده طبعا بيقل إن إحنا العزل عندنا مش بنعمله هنا أحسن حاجة، فطبيعي جدا إن الناس بتخاف الموضوع، بس انا برضو شايفة ان هو ممكن لا ممكن يعمل بطرق تانية، شرط بس ان انا احط مثلا ال اسمها ايه، الحاجات اللي انا بحط فيها المية، او يعني الخزانات المية، مش شرط ان انا احطها دايركت على المباني، لا انا ممكن ان انا اخد المية بتاعتي دي من حاجات من المواسير معينة، يعني يبقى في مثلا في المبنى يتعمل له مثلا زي ديزاين، وده اللي بدأ يتعمل بره، انه يتعملوا مثلا ديزاين يبتدي يخلي ان مواسير معينه بتاعت مثلا المايه بتاعت الايد او الوضوء او الحاجات دي بتعملها ريسايكلينج او فلتريشن بشكل معين، وبتبتدي ان هي تنزل من المواسير دي دايركت على النباتات، بدون ما اعمل مثلا خزانات كبيره او كده، هيبقى في بس مكان الخزان صغير هيبقى موجود تحت بس، ساعتها يعني تحت هيبقى تحت في الارض مش على سقف معين او حاجه، ساعتها هتبقى محتاج ان انت تجيب مضخه القوه بتاعتها عاليه جدا عشان ترفع لك المايه دي لفوق بس، فهي دي ممكن يكون حلها، بس يعني ما اعتقدش مثلا ان هي ممكن يكون ليها حل تاني. انا مش عارفة طبعا انا بالنسبة لك كده جاوبت على الأسئلة ولا لا، فلو في حاجة مش واضحة ممكن تقولي ونتكلم فيها تاني. تمام. انا بس عشان الوقت، عشان ما اكونش بضيع وقت او حاجه، هو ماشي اجابه السؤال التاني تمام، انا اقتنعت بيها، يعني ما كانش عندي الأولاني لا الفكره دي. لا مش مقتنع. هو بصي يا باشمهندس، انا مقتنع دور العلماء، انا يعني بدعم الموضوع ده ان احنا بنفكر في حلول وما نعطلش، وده شغلنا، ان مش هنستنى نوصل للمجاعة، احنا شغلنا يعني نلاقي الحلول ونفكر للأزمات دي قبل ما نوصل لها. تمام. بس تمام. يعني كمصر حضرتك بتقولي على 2050، احنا برضو نسبة المباني وكده، احنا عندنا أرض كتير لسه يعني عشان يتزرع فيها او كده، احنا لسه عندنا الصحراء كتير. يعني ايوه مش قصدي، انا الصحراء قصدي هتزرع. طب يعني انا ماشي، مقتنع انا ان موافقه، احنا انا دورنا موافقه، ان احنا دورنا نلاقي حلول هقول لك على حاجه، في ناس ونفكر في كتير انا الكلام ده. اعرفهم، طيب حط، في ناس كتير انا اعرفهم عندهم فعلا اراضي في الصحراء زي ما انت بتقول،
بدأوا إن هم يعني يعملوا فيها السيستم اللي أنا بقولك عليه، يعني بياخد أرض ويعمل فيها النظام بتاعه ده اللي هو بتاع الهيدروبونيك سيستم، ويبتدي يعملوا مثلا والله سواء فيرتيكال أو هوريزونتال بقى مش هتبقى فارقة، لأن هو كده كده في الصحراء، انا عملت ديزاين وبيبتدي لمشروع عادي جدا هايدرو إن على هو فكرة قبل كده. يزرع فيه، لأنه برضو ده هيبقى بالنسبة له طيب كويس. انا يعني انت اسف على فاهم شو المقطع، احنا انا بنتكلم في ايه، اشتغلت بس على يعني انا مشروع بقول لك من ان في ده. ناس بتعمل ده عادي جدا برضو في الصحراء، وهو هيبقى احسن. ايوه اتفضلي انت كمل. سامعني ولا حاسه ان في مشكله في الصوت؟ لا لا سامع حضرتك تماما. ايوه بقول لحضرتك كان في ناس عادي بتعمل اراضي في الصحراء وبتبتدي ان هي تشتغل عليها عادي جدا، ما بيبقاش في اي مشكله خالص، وبيبقى بالنسبه لها برضو السيستم بتاع الهيدروبونيك ده احسن كتير، لان هو في الاخر انت مش بتروح مثلا، انت عشان تزرع في الصحراء هتبتدي مثلا انت محتاج ميه كتير جدا، وهتبتدي مثلا انت عمليه انك تخلي الصحراء دي حاجه ينفع يتزرع عليها اصلا، دي برضو موضوع مش سهل يعني، يعني برضو تكلفته بتبقى عاليه وياخد وقت كتير جدا عشان انت تعمل بيئه صالحه للزراعه اصلا. تمام، بس ففي ناس تمام. دلوقتي بدأت فعلا ان هي بتاخد عندها اراضي في الصحراء، او بتاخد اراضي في الصحراء وبتبتدي ان هي تعمل عليها عادي جدا موضوع الهيدروبونيك سيستم، يعني بتزرعه زي ما بقول لك بطريقه فيرتيكال او هيروزونتال عادي جدا، بس الميزه ان هو بيوفر لها ميه، يعني انا مش بستخدم كميه الميه الرهيبه اللي انا ممكن استخدمها، خصوصا ان انت داخل على ازمه ميه اصلا، يعني ده اذا ما كانش فيه ازمه من دلوقتي يعني. بس فبص، هي بتبقى يعني انت ممكن تكون مش مقتنع قوي بالموضوع، بس انا شايفة ان هو ده اللي يعني هو ده اللي ممكن يبقى جاي بعد كده يعني. ماشي، انا قلت لحضرتك انا متفق ان احنا لازم نشتغل على الموضوع ده. انا يعني فعلا اشتغلت، كان في مشروع برضو اشتغلت عملت ديزاين للنظام الهيدرو ده، تمام مفيش مشاكل. بس يعني قصدي يعني في اماكن كتير في العالم محتاجة ده، بس كمصر مش يعني. هو موضوع اللي قلقانين منه الجدوى الاقتصادية، او يقول لي هو في واحد قالها يعني لما كنا بنتكلم ان المباني لازم تكون صديقة للبيئة ونقلل الانبعاثات والكلام ده، قال انتوا عايزين تبوظوا شكل المباني. ايوه هو مش لازم عشان هو لازم لازم بس وخلاص انا يعني، بس هو لازم عشان انت داخل انت عندك مشكله دلوقتي بيئيه، بلس ان انت برضو ما فيش اي مشكله خالص ان انت تبقى بتساعد البيئه بتاعتك ان انت تبني على المباني حاجات معينه، زائد ان انت برضو لما تعمل حاجه جرين على روف او على وول معين، انت بتقلل برضو زي ما كنت بتكلم بتقلل الحمل الحراري على الواجهه دي او على الروف ده، فبتبتدي ان انت مثلا بتقلل برضو من الاستهلاك بتاعك، يعني لو انت مثلا مبنى اداري او مبنى مثلا تجاري او اي حاجه وبيعتمد بنسبه كبيره اتش باك سيستم وبيشتغل بكميات او باوقات رهيبه يعني، فبيستهلك كهرباء عاليه جدا، انت برضو بتقلل ده، يعني انت بتخلي ان حتى التأثير على الاندور برضو كويس، فبتبتدي شوية تقلل يعني انك تستخدم مثلا انظمة مثلا يعني ميكانيكال او حاجات مثلا غير طبيعية مثلا في تهوية او في اضاءة او في حاجات كده، علشان تبتدي تقلل بس الامباكت بتاع اللي بره على اللي جوه، يعني دي واصلة ولا؟ لا تمام وصلت كده. يعني ان شاء الله لو تابعت معانا بس في بقية الورك شوب، اتمنى بإذن الله ان الأسئلة كلها والحاجات اللي هي فيها مشاكل تتحل بإذن الله. لا لا مفيش مشاكل. هو أنا عندي فيديو ممكن ينفع أعرضه؟ ممكن يعني تتواصل برضو مع مهندس عمر سليم، هو ينسق الموضوع لا ده، هو مش خلاص معايا تمام يعني بعد خالص كده مفيش مهندس. مشاكل. لا 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 خلاص تمام ماشي شكرا. شكرا يا باشمهندس، شكرا. في حد عنده سؤال تاني؟ أي حد تاني عنده أسئلة؟ إيه باشمهندس منال، أولا سعيد جدا بالويبينار ده، وصراحة حاجة مشرفة جدا. وهو بس مش سؤال، هو بس تعليقا على كلام الباشمهندس حسن. هو طبعا كلام يعني يحترم، بس هو بس النقطة اللي عايز أضيفها، من واقع شغلنا مع الحكومة المصرية دلوقتي واللي بتعمله الدولة، هو في اتجاه كبير جدا للحفاظ على المية في الدولة المصرية بشكل كبير، باعتبار ان يعني مثلا مشروع دلوقتي، في مشروع كبير جدا مشروع قومي، مش عارف ان كان ورد ليه ولا لا، هو مشروع حماية الترع، في مشروع قومي كبير جدا حوالي كمية يعني عايز اقول لك الاف الكيلومترات دلوقتي بيتم عمل حماية للترع بحيث ان المية ما تتسربش للارض ذات نفسها، وده طبعا بيعمل هادر كبير جدا في الميه اللي اساسا بتيجي من نهر النيل واللي بتتوزع على الترع والى المصادر الاخرى. فعشان كده دلوقتي احنا بنتكلم ان
دلوقتي في اتجاه قومي ان مصر تحافظ على كل نقطه ميه. يعني كان ابسط مثال ان كان في محطه معالجه كان بتتعمل في مدينه الحمام في الساحل الشمالي، وكان ساعتها القوات المسلحه هي عايزه تعمل المحطه دي او محطه يعني محطه تحليه مياه بحر، بس هو كان ساعتها الاقتراح ان احنا نعتمد على ميه جايه من نهر النيل. طبعا ساعتها وزاره الري قررت انها لا، الموضوع ده ما ينفعش. كان في اعتراض ساعتها ما بين القوات المسلحه وما بين وزاره الري في الموضوع ده، باعتبار ان دلوقتي نهر النيل بقى كل نقطة مية فيه مهمة جدا. من بعد ما عملوا عملية الحفاظ على الترع ودلوقتي بقت أصبحت إنها مغلفة، أصبح دلوقتي المية ما بقتش بتتسرب، وبالتالي المية بقت ترجع لأصلها. وعلى شكل كده الاتجاه دلوقتي من خلال رؤية مصر 2030 واللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 2016، وهي تحقيق الاستدامة. الكلام ده مش كله كلام نظري، احنا بالفعل دلوقتي بدأنا نتجه للموضوع ده بشكل عملي. الاتجاهات بيبقى نواحي متفرقة، الحفاظ على المية، الحفاظ على المسطحات الخضراء، ازاي ان احنا نوفر نحافظ على البيئة. الكلام ده كله دلوقتي بقى بيتم بشكل عملي، ودلوقتي احنا بنتجه مع الحكومة المصرية في الموضوع ده. وزي ما قلت لحضراتكم برضو في يعني كذا نبذة وكذا مشروع بيتعمل دلوقتي في مصر للحفاظ على كل نقطة مية بتحصل. طبعا ده غير كمية المحطة، يعني لو برضو احنا بنبص اللي احنا بنقول قدام ان مفيش مجاعة، لا هو ان شاء الله مصر مش هتمر بمجاعة، بس هي الفكرة ذات نفسها ان احنا برضو مش عارفين الايام اللي جاية مخبية لنا ايه. فدلوقتي احنا لينا عقل، والمفروض دلوقتي احنا بنحافظ على كل ثروة موجودة للاجيال القادمة، وبالتالي احنا لازم نحقق الرؤية الاستراتيجية اللي بتحقق الدولة المصرية في خلال رؤية مصر 2030، واللي من خلالها لازم نطبق الاستدامة في جميع النواحي الموجودة. يعني ارجو النقطة دي برضو، يعني انا حبيت ان انا الفت نظر باشمهندس حسن ليه. شكرا لكم. شكرا جدا يا شمس. جزاكم الله كل طيب خير وانا اشوف حضرتك. حد تاني عنده اي سؤال او حاجة؟ ولا اي باشمهندس عمر، معلش مستمع حضرتك. جزاكم الله كل خير، والحمد لله حضرتك جاوبت على الأسئلة كلها النهارده، وان شاء الله في المحاضرات القادمة تكون بنفس القوة دي بإذن الله. الله يكرمك يا دكتور. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا للحضور يعني وكده. جزاكم الله كل خير.